خير عمو. اهلين عمار، اهلا وسهلا، تفضل. شكرا. مساء الخير مرت عمو. اهلا وسهلا حبيبي، تفضل. انا ما بدي اخذ من وقتكم كثير، بس اذا لورين موجوده يا ريت تعدولها. طب تفضل. ايه شرف شرف عمو. لحظه. خير خير عمار، شايفك زعلان، في شيء؟ لا لا عمو، ما في شيء. سلامتك. مساء الخير. اهلين وسهلا. اهلين نورين، كيفك؟ كيفك؟ تمام الحمد لله. تفضلي. هاي الورقة اللي طلبتيها. شو هاي الورقة؟ شو فيها؟ هاي ورقة الطلاق اللي طلبتها بنتك. شو؟ طلاق؟ شو انتو جديتوا؟ عم تتصرفوا من راسكم وكأنه نحن مانا موجودين؟ بعدين ليش ما قلت لي بدك تطلقها؟ عمي، مفترض بنتك هي اللي تقول لك مو أنا. هي قالت لي بدها تطلق، بس أنا ما وافقت. بتقوم انت حضرتك بتروح بتطلقها بهالسرعة هي؟ شوف عمي، إني كلمتي، بنتك ما بتحبني. لو كانت بتحبني كانت تخلت عن أنانيتها كرمالي. بالإذن. بتمنى إنك تكوني انبسطتي هلأ. أنا متأكد إنه هاي الدموع اللي على خدك هلأ هي دموع فرح، مالها دموع حزن. أنا آسف يا جماعة. تصبحوا على خير. عجبك؟ عجبك اللي صار؟ مشان الله ما بدي اسمع ولا كلمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حكم الهوى وشرد غيم تشرين، حكم الهوى وتفرقوا الحلوين، حكم الهوى وشرد غيم تشرين، حكم الهوى وتفرقوا النور. بابا فوتي. أمي ما بدك تفطري؟ لا صح. طيب ما بدك تروحي على الشغل؟ لا. ايه احسن، خليكي قاعدة بالبيت. كيف يعني؟ يعني بلالك هالشغل. حلو البنت تكون قاعدة بالبيت وكل شيء يصير لعندها، ما بكفيها شغل البيت والتزاماتها الزوجية؟ ومن وين بدك اياها تاكل؟ تنزل عليها مائدة من السماء وهي قاعدة؟ والله يلي بده ياخذ بنات الناس لازم يكون قد المسؤولية ويأمن لهم متطلباتهم، وما يعتمد على مرته انها تطعميه وتصغيه وتلبسه. هي ضريبة المساواة ست أم لورين. قلت لي مساواة؟